مشاهدينا، نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من القناة الأولى بالرباط، تتابعون في بدايتها أبرز العناوين. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد أن نهاية موجة أوميكرون لا تعني نهاية الجائحة، وتشدد على ضرورة الحفاظ على هذا الوضع الوبائي الإيجابي والمريح ببلادنا. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو إلى تسوية سلمية فورية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، لا سيما عبر الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتمكن اليوم بطاطا من توقيف عنصر يشتبه في موالاته لما يسمى بتنظيم الدولة، يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مساهمة فعالة في مختلف نسخ منافسات سباق الصحراوي النسائي التضامني، ترويج للقيم الإنسانية النبيلة انطلاقا من لؤلؤة الجنوب المغربي. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، عملا بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإلحاح في الدعاء وطلب الغيث، أمر بأن يتم بجميع مساجد المملكة يوم الجمعة 4 مارس 2022 التوجه إلى الله تعالى في خطبة موحدة تتضمن بيان مغزى هذه السنة المباركة وروح التضرع التي يتوجه بها المؤمنون والمؤمنات إلى الله في مثل هذه المناسبة. وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن أمير المؤمنين أمر أيضا بأن يتم رفع الدعاء المعتاد في صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة، وهو الوارد عن رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأجزل له الأجر والثواب على حرصه على إقامة السنة. في رصد الحالة الوبائية ببلادنا، تم أمس تسجيل 159 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل تعافي 518 شخصا، مع تسجيل 8 وفيات خلال 24 ساعة الماضية. بخصوص عملية التلقيح، 5,798,138 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23,206,108 أشخاص مقابل 24,753,009 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى. هذا وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن نهاية موجة أوميكرون لا تعني نهاية الجائحة، مشيرة إلى أنه في الوقت الراهن يبقى احتمال ظهور متحورات مقلقة على الصعيد الدولي قائما، وشددت على ضرورة الحفاظ على هذا الوضع الوبائي الإيجابي والمريح ببلادنا. لنتابع. نهاية موجة أوميكرون لا تعني نهاية الجائحة، التأكيد لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي أشارت إلى أنه في الوقت الراهن يبقى احتمال ظهور متحورات مقلقة على الصعيد الدولي قائما، كما أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تعتبر الجائحة طارئا صحيا عالميا. الوزارة سجلت أن الحالة الوبائية لكوفيد-19 تتميز بتحسن ملموس لجميع المؤشرات مع التحكم والسيطرة على الوضع الوبائي، والفضل في ذلك يعود إلى الإجراءات السباقية التي اتخذها المغرب ولا يزال يتخذها، يعود كذلك إلى الحملة الوطنية للتلقيح والإجراءات الوقائية والحاجزية السارية المفعول، وللحفاظ على هذا الوضع الوبائي الإيجابي والمريح ببلادنا والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، فإن الجرعات المعززة تعتبر الوسيلة الوحيدة لحماية الأشخاص ولا سيما المسنين وذوي الهشاشة المناعية الذين يعانون من أمراض مزمنة، مع ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والحفاظ على درجة عالية من اليقظة انسجاما مع توصيات اللجنة العلمية ذات الصلة. كل ذلك
تجنبا للسقوط في موجة جديدة واسعة الانتشار كالتي عرفتها بلادنا سابقا، والتي قد تمس بالمكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال. وللمزيد من المعطيات حول المؤشرات الوبائية ببلادنا يحضر معنا في استوديو الأخبار هذا المساء السيد معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. أهلا بك سي معاذ. وسهلا. مرحبا. ومعنا كذلك مباشرة من الدار البيضاء البروفيسور مولاي سعيد عفيف عضو اللجنة الوطنية العلمية والتقنية. أهلا بك بروفيسور. مساء الخير. أهلا. إذن أبدأ معك سي المرابط، شنو هي المعطيات اللي كتأكد نهاية الموجة ديال الأوميكرون في بلادنا؟ واش نهاية هذه الموجة كتعني نهاية المتحور أوميكرون وبالتالي نهاية الوباء؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. الحمد لله المغرب الآن بلادنا كتعيش واحد الوضع وبائي مريح ومطمئن، واحد الوضع وبائي مستقر كيتميز بالتحكم في كل مؤشرات، لا المؤشرات ديال انتشار المرض يعني نسبة الإصابة، ولا مؤشر توالد الحالات، ولا نسبة الإيجابية اللي هي أقل من 2%، ولا كذلك الحالات الخطيرة والحرجة، ولا كذلك حالة الوفيات اللي أصبحنا منذ يعني أيام كنسجلوا أقل من 10 حالات وفيات في اليوم، وهذه كلها أرقام اللي كتبين بأننا الحمد لله اليوم نوجد في المستوى الأخضر، يعني الانتشار الضعيف للسارس كوف 2. نعم. انتهاء الموجة لا يعني طبعا انتهاء الجائحة، فالجائحة ما زالت مستمرة وما زال الفيروس بيننا وما زال ينتشر بشكل ضعيف، واحتمال الإصابة كيبقى قائم. طبعا هذا الأمر هذا وهذا المستوى الأخضر ماشي كنحطوا في رأسنا غير حنا. نعم. راه دول ومنظمات عالمية كترتب الآن المغرب في المستوى الأخضر، وهذا الشيء راه ما وصلناش ليه هكذا عبثان، وإنما وصلنا ليه بمجموعة من المجهودات. ليوم 2 مارس 2022، سنتين مرت على أول حالة كوفيد اللي سجلت بالدار البيضاء لمواطن قادم من إيطاليا فعلا. إذن هذا كان هناك تآلف توحد بين مختلف مكونات هاد بلادنا الأمة المغربية، اللي نقدروا نقولوا اليوم نفتخروا بكل ما حققناه، والتحدي الأكبر الآن هو أننا نحافظوا على هذا المكسب، لأن هذا الفيروس هذا باش عنده واحد الخاصية لئيمة، هي أنه ممكن يهرس لك كاع داكشي اللي بنيتي في لحظة يعني. خصنا نرفعوا التحدي ونحافظوا على هذه المكتسبات اللي حققنا الحالية. هذا هو التحدي دابا في هذه الفترة البينية. طيب. في الإطار عذرا على المقاطعة سي معاذ المرابط، شنو يمكن لك تقول للناس اللي كيعتبروا بأن نهاية أوميكرون هي نهاية الجائحة، صافي سالا أوميكرون ما بقاتش الجائحة في المغرب، يمكن لهم يخرجوا عاديين، كيفكروا بهذا المنطق؟ شنو يمكن لك تقول لهم؟ لا، حيت حتى دلتا كان انتهى، يعني الموجة ديال دلتا انتهت ومن بعده جات موجة أوميكرون، وقبل موجة دلتا كانت الموجة الأولى اللي انتهت حتى هي، لأن ما كاينش شي موجة اللي هي مزمنة، أي موجة، لان دابا حنا عرفنا كيفاش كيتطور الفيروس، فيه مواجات وفيه فترات بينيه. نعم. حنا دابا كنعيشوا فتره بينيه، شنو هي الفتره البينيه؟ هي ان الفيروس كاين مازال، لكن كينتشر بواحد الشكل ضعيف، وكاين دائما بعد كل فتره بينيه ممكن يكون هناك احتمال لموجه اخرى. نعم. اليوم كوريا الجنوبيه كتعرف اعنف موجه لها منذ بدايه الجائحه، البارح سجلت 140 الف حاله، أكثر من 100 حالة ديال الوفيات في اليوم، ولما كتكون عندك واحد المنطقة جغرافية في العالم اللي كتعرف واحد الانتشار كبير للفيروس، راه تما فين كيبان خطر ظهور متحور مقلق اللي قدر عاوتاني ينتشر مرة أخرى. إذن حنا أمام تحدي اللي هو نحافظوا على هذا الوضع الوبائي ولله الحمد المريح اللي ما وصلنا ليه إلا بمجهودات ديال المواطنين والمواطنات، ديال الأطر الصحية، ديال المنظومة الصحية بكل مكوناتها، ديال وزارة الصحة، ديال القوات المسلحة الملكية، ديال القطاع الخاص، جميع الإدارات والمؤسسات الوطنية تحت القيادة ديال مولانا أمير المؤمنين. وطبعا هذا هو الدليل على أنه المغرب أثبت في هذا كوفيد 19 على أنه أمة، ماشي بالقول وإنما بالفعل ومتماسك. وهنا نعطيك غير رقم واحد. نعم. اليوم بعد سنتين عندنا رحم الله الجميع 44 حالة وفاة في كل 100 ألف نسمة اللي توفوا بكوفيد.
كل 100 ألف مواطن مغربي 44. ناخذ مثلا قارنوا بالولايات المتحدة الأمريكية 286 حالة جاب 44 286. ناخذ فرنسا 206 في كل 100 ألف نسمة. ناخذ إسبانيا، هذه كلها دول اللي عندها منظومة قوية، 214 حالة وفاة في كل 100 ألف نسمة. بينما المغرب، هذه هي المؤشرات اللي كتبين أن المغرب إلى حدود هذا الوقت ناجح، ونزيد عليه أن المغرب من الدول القلائل اللي عرف فقط 3 المواجهات، بينما دول أخرى عرفت 5 المواجهات. المغرب بذل جهود كبيرة هذا الوقت باش نحافظوا على هذه المكتسبات باش نبقاو في المستوى الأخضر. خليك معنا أستاذ المرابط، غادي ننتقلوا مباشرة إلى الدار البيضاء لنواصل النقاش مع ضيفنا من هناك، البروفيسور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة الوطنية العلمية والتقنية. بروفيسور، تبعتي معنا الحوار، شنو كتعني نهاية الموجة ديال أوميكرون في بلادنا في ظل كل المؤشرات الوبائية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي؟ كما جاء على لسان الدكتور المرابط، فخصنا نعرفوا بأنه كان دائما عندنا تدابير استباقية في بلادنا بفضل التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله. كذلك كانت بلادنا من أولى الدول اللي خدات اللقاح، وكان صاحب الجلالة شخصيا أعطى الانطلاقة في 28 يناير 2021، وانتم راك عطيتوا الأرقام. نعم. أكثر من 24 مليون و 700 ألف اللي خدوا الجرعة الأولى، وأكثر من 23 مليون اللي خدوا الجرعة الثانية. مع الأسف باقي الجرعة الثالثة ببطء، وراه حتى في التقديم ديالكم شرطوا بأنه الناس اللي عندهم هشاشة، اللي متقدمين في السن، ولا اللي عندهم أمراض مزمنة، هادو هما الاولين اللي خصهم يديروا الجرعه الثالثه. اذا تنعاودوا ناكدوا عليهم. نعم. باش تيلا جات شي موجه ما يوقع لهم حتى شي حاجه. والحمد لله دابا المؤشرات تدل بانه الفيروس ما بقاش منتشر بزاف، ولكني راه شفنا مثلا اخيرا في البرلمان الالماني، راه كاع البرلمانيين كانوا دايرين الكمامه. اذا فواجب علينا باش نبقاو محافظين على التدابير الاحترازية، وكذلك باش نسرعوا من عمليات اللقاح، ونستغلوا هذه الفترة اللي الأمور فيها مهدنا باش نسرعوا عمليات اللقاح، ونستغلوا أيضا وراشنا كنا شجنا بواحد ارتياح كبير عودة المتفرجين للملاعب. نعم. واللي تزامنات مع الانتصار ديال فريق الرجاء وفريق الوداد اللي تنهنئهم بجوج. إذن فهذا تنعرفوا بأنه الوقع النفسي ديال هاد الفيروس، فبعض الخطرات تيفوت الوقع الجسدي. وكذلك واحد الحاجة اللي كنا وكآباء فرحانين بها، أن وليداتنا تقرأوا حضوريا، أنه ندوزوا الامتحانات حضوريا. إذا كل شيء هذا شيء مزيان. دابا غادي واحد الحياة شبه طبيعية، احنا مقبلين على الشهر المبارك ديال رمضان ان شاء الله، حتى الصلاة ديال التراويح في ظل الى بقات الامور بحال هكذا انها تعود، وكل شيء مشتاق باش تعود. اذا وكذلك الدولة والوزارة خفات من الإجراءات في المطارات، دونك باش لا المغاربة المقيمين في الخارج ولا السياح يرجعوا، لحقاش عرفنا بان هذا القطاع ديال السياحة اضطر. اذا كاينين كل ما التدابير، كاين الدولة دارت التدابير اللي عليها بفضل التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة، تتلقى المسؤولية ديالنا الفردية، وما خصناش نترخاو ونبقاو. ولكن كذلك تنعرفوها بان كل شيء عيا، ونرجعوا لواحد الحياة شبه طبيعية. والناس مثلا انهم راهم يسافروا دابا، كانت العطلة الناس سافروا، الحمد لله ما وقع حتى شي حاجة واخا الناس سافروا. إذا هذا مهم باش ترجع واحد الحياة شبه عادية. من بعد كما جاء على لسان الدكتور مرابط، غنشوفوا في الأسابيع القليلة القادمة واش كاين شي متحور جديد. نتمنوا انه ما غاديش يكون شي واحد جديد لا اكثر شراسه ولا اكثر. وتيبقى لنا السؤال المطروح لينا كاملين، واش هذا المرض غادي يكون موسمي بحال الزكام وانفلونزا، وديك الساعه راه خاص لقاح ديال الناس اللي عندهم هشاشه كل عام، ولا غادي يسهل علينا الله وحنا تنهزو كفوفنا الله كما تنهزو كفوفنا باش طيح الشتا ويغيثنا الله، تنهزو كفوفنا باش يرفع علينا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء. لحقاش
كما جاء هذه عامين كل شيء عيا. إذن كاين دابا هذا التفاؤل اللي عندنا، كاين كذلك انه خصنا نعرفوا وراه باقيين تيتسجلوا حالات ديال الوفيات، والوفيات راهم ماشي ارقام، راهم بنادم اللي يقدروا يكونوا من عائلتنا، راه كل واحد مشى ليه شي واحد من الاقارب ديالو ولا من الاصدقاء ديالو، اطباء فرقوا الحياه. اذا فهاد من بعد هاد العام مين، فاحنا ما يمكن لنا الا نكونوا فخورين بالمملكه المغربيه ديالنا رغم القله ديال في النظام ديالنا ديال المنظومه الصحيه، فواجهات وبينات بانه عندنا منظومه صحيه متماسكه، وعندنا دوله ايضا متماسكه بكل القطاعات ديالها، لا وزاره الداخليه لا القوات المساعده لا الامن لا الدرك، كل شيء خدم في هذه الجائحه، وكل شيء بين بانه المغرب الحمد لله فيه رجال ونساء اللي تعرفوا يرفعوا التحدي كما رفعناه في المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر. بروفيسور عفيف، واش مازال ظهور متحورات مقلقة على الصعيد الدولي شيء وارد، واش كاين شي معطيات علمية بهذا الخصوص؟ لا وارد، ولكني مازال دائما احنا كما تنقولوا معكم، وهنا ايضا تنشكروا جميع الصحفيات والصحفيين اللي داروا واحد المجهود كبير لا في التوعية لا في التحسيس، ولا المهم أنهم حاربوا الأخبار الزائفة حيت كانت بزاف لا على اللقاح لا على المرض. إذن هذا الشيء وارد، ولكني خاص تبقى هذا التفاؤل عند الناس، لحقاش التفاؤل مهم باش الناس الحمد لله في هذا الوقت وهذه الفترة البينية أنه الناس يعيشوا واحد الحياة شبه عادية مع الاحترام ديال التدابير، وكذلك الناس اللي مازال ما كملوش اللقاح ديالهم يديروه. إذن تنحمد الله نعاود نقولها على بلادنا المملكة المغربية من طنجة للقويرة. الحمد لله. خليك معنا بروفيسور عفيف، غادي نرجع باش نوصلوا نقاشنا من بعد. مشاهدينا، سريعة وقصيرة وأقل ضراوة وفتكا كانت موجة أوميكرون. الموجة انتهت بعد أسبوعين متتاليين من المستوى الأخضر لتبدأ مرحلة ما بعد الموجة أو الفترة البينية الثالثة التي لا تعني كما يعتقد البعض انتهاء الجائحة، لأن ظهور متحورات مقلقة على الصعيد الدولي يبقى محتملا. عبد الحميد شبران. منعطف جديد أخذته الحالة الوبائية بالمملكة بعد إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن انتهاء موجة أوميكرون ببلادنا، وهي الموجة التي اتسمت طوال أشهر من وجودها بسرعة انتشار الفيروس مقابل أعراض أخف بالمقارنة مع الموجات السابقة. الآن في هذه النهاية ما كاينش في العالم متحورات مقلقة أو داهمة، ولكن يجب الحذر لأن الجائحة لم تنتهي رسميا على الصعيد العالمي. الآن في هذه المرحلة الانتقالية خصنا مازال نبقوا حذرين، خصنا نعود نعزوا المناعة ديالنا بالحقنة الثالثة، وخصنا نحافظوا على الوسائل الاحترازية. أوميكرون كرر في كل دول العالم ومن ضمنها المغرب نفس السيناريو، موجة قصيرة، أعراض أقل وقعا، ووفيات أقل بكثير من الموجات السابقة التي تسببت فيها متحورات كألفا وكدلتا، ولكن كورونا لا زالت باقية. انتهاء هذه الموجة يفرض علينا ضرورة مراقبة ظهور متحورات أخرى. انتهاء موجة أوميكرون عزته السلطات الصحية والخبراء إلى التحسن الملحوظ في الوضعية الوبائية بالمملكة خلال الأسابيع الأخيرة مقابل تقدم الحملة الوطنية للتلقيح، وانتهاء هذه الموجة لا يعني أبدا نهاية الفيروس. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ رسمي انتهاء موجة أوميكرون، لكن في الحقيقة الجائحة لا زالت مستمرة، ولهذا يجب الاحتياط ويجب استمرار في الوقاية. الدولة فتحت مجال بالنسبة للمواطنين في جميع المجالات، النقل في الملاعب، ولكن هذا ما خصوش يتخاد يعني بواحد كما كنقولوا باللامبالاة. فعلا أوميكرون على ما سمعنا بأنه الحمد لله مبقاش، يعني انتهى
ولكن المرض باقي ضروري الانسان ياخذ الاحتياطات ديالو. الخبر اللي توصلنا به بالامس مع وزاره الصحه على نهايه ديال موجه اوميكرون هو خبر مفرح، ولكن الخبر غيكون مفرح اكثر نهار اللي غنسمعوا بان كورونا انتهت. وفي انتظار اننا نسمع هذا الخبر لابد من الالتزام بالتدابير يعني الوقائيه والاحترازيه من اجل يعني الحفاظ على هذه المكتسبات اللي حققناها. انتهاء موجة أوميكرون يرسخ مسار المضي قدما نحو العودة للحياة الطبيعية والقضاء النهائي على الفيروس، وهو ما يتطلب التشبث بمزيد من الحذر والمسؤولية. ونعود لمواصلة النقاش مع ضيفي في الأستوديو الأستاذ الدكتور معاذ المرابط. إذا بعض الناس فاش كيسمعوا نهاية الموجة ديال أوميكرون كيتهاونوا ربما في أخذ الجرعات المعززة ديال اللقاح، كيفاش كتتابعوا معدلات التلقيح في بلادنا اليوم، واش حنا في منأى عن مخاطر انتشار سريع للفيروس مجددا؟ هذا ممكن حتى واحد يقدر يقول بأنه حنايا في منأى عن موجة أخرى على الأقل في الوقت الراهن، لأنه كما قلنا سنذكروا بأن منظمة الصحة العالمية لا زالت تعتبر كوفيد 19 طارئ صحي عالمي إلى حدود هذا الوقت. هناك دول كما قلنا دابا كوريا الجنوبية كتعرف الموجة ديالها الأشرس. خصنا نعرفوا كذلك بأنه كاين احتمال ظهور متحورات وخا ضعيف ولكن احتمال وارد. خصنا نعرفوا كذلك بأن أوميكرون باقي كاين، لأن خصنا نفرقوا ما بين الموجة وبالجائحة. الجائحة أو انتشار الفيروس في منطقة جغرافية معينة يتم من خلال الموجات، وبين موجة وموجة هناك فترة بينية، ولا تكون هناك أي فترة ينعدم فيها انتشار الفيروس، لأن دائما انتشار ضعيف الفيروس معناه أنه كاين حالة نشطة اللي هما مصدر الفيروس، اللي هما الفيروس كيستغل الفرصة ويقدر ينتشر من جديد. إذا كيف يمكن التعامل في هذه الفترة البينية؟ نبقاو دائما على حيطة وحذر، ويبقى الهدف الأساسي اللي عندنا هو نحافظوا على هذه الحالة الوبائية الجيدة اللي تنعيش بها، واللي هي نتاج ديال سنتين من العمل. جوج ديال الحوايج، نبقاو محتفظين على التدابير الوقائية بالخصوص الكمامة. طبعا ما كيكونش الشخص بوحده في الشارع، راه حتى واحد ما غيقول، ولكن ما كنكونوا في الأماكن المكتظة في الملاعب ديال دابا ديال كره القدم، في الادارات، في المراكز التجاريه، راه كاين هناك تجمع. خصنا نبقاو محافظين على ارتداء الكمامه لان تتضح الامور في الاشهر القادمه. المساله الثانيه هي التلقيح والجرعه المعززه. 84% من حالات الوفيات في هذه الموجه الاخيره ديال اوميكرون راه يا اما انهم اشخاص يعني في الجلوبال يعني في التحليل الكلي ديال الوفيات الموجة أوميكرون 84% رحمهم الله جميعا، يا يعني إما إنهم أشخاص ما تلقحوش بتاتا، أو تلقوا جرعة واحدة، أو تلقوا جرعتين ولكن فات على الجرعة الثانية مدة طويلة. كذلك رقم آخر، 95% من الوفيات اللي وقعوا في الموجات أوميكرون عندهم على الأقل عامل من عوامل الاختطار. إذن الآن يجب الإسراع بالنسبة للأشخاص اللي عندهم عوامل الاختطار أنهم على الأقل يعني بسرعة أنهم ياخذوا الجرعة المعززة ديالهم، لأنه واخا دابا كنقولوا ما كاين احتمال لموجة غير في هذه الفترة البينية، راه كاين احتمال ديال الإصابة، راه ممكن الإنسان يصاب في هذه الفترة البينية، راه ممكن، وممكن يدير حالة خطيرة، وممكن يدير وفيات. إذن هادو هما جوج الاجراءات اللي خصهم يكونوا في هاد الفتره البينيه، ودائما الفتره البينيه كتكون هي احسن فتره للاسراع بعمليه تعزيز المناعه، باش حتى لا قدر الله لو بان شي متحور في شي بلاصه اخرى وعرف انتشار عالمي كتكون الضروه ديالو اقل. لما كنقولوا اليوم بانه الفتك ديال موجه اوميكرون 0.6% بينما كان في الموجه دلتا 1.3%، راه الحملة الوطنية للتلقيح عندها دور أساسي في خفض هذا المعدل. دكتور المرابط، التحكم في الوضعية الوبائية في بلادنا، هذا الوضع المريح اللي كنعيشوا اليوم وهذا المستوى الأخضر اللي وصلنا له، هو كيف قلتي وكيف قال البروفيسور عفيف قبل قليل، هو ثمار تضافر مجموعة من الجهود ديال كل مكونات الدولة. حبذا لو نذكروا كيفاش وصلنا لهذه المرحلة اللي كنعيشوا اليوم، نعاود نذكروا بها لأنها فعلا مهمة بزاف، وشنو المطلوب منا جميعا؟
فعلا هذا سؤال مهم، وراه الأستاذ ديالنا بروفيسور عفيف أشار إليها في البداية، كان دائما استباقية في اتخاذ القرارات. لما سجلنا احنا أول حالة في 2 مارس 2020، كانت أوروبا في ذلك الوقت تعيش أحلك فتراتها منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا كلامهم هم ماشي كلامنا احنا، لأنه كان فيروس جديد، المعارف العلمية حوله قليلة جدا، عاشت رعب حقيقي من غير يعني ما هو صحي بحت، هناك حتى ما هو نفسي واللي هو مؤثر. المغرب تفاعل دائما باستباقية مع جميع المتحورات التي كانت تظهر في العالم، بحيث إنه كان هناك دائما بروتوكول، وإن كان في بعض الأمر في بعض الأحيان يعتبر إلى حد ما صعبا إغلاق الأجواء أوميكرون على المباني المتحور أوميكرون، هذا دائما كان يعطي لنا الفرصة للاستعداد ولاستراحة محارب، لأن احنا في معركة طويلة وما زالت مستمرة، وإن شاء الله ما بقى قد ما فات. كذلك كما قلنا ونعود نأكدها، تضافر ديال الجميع والمغرب، وهذه مسألة يجب أن نكون فخورين بها، بأننا أثبتنا فعلا ماشي قولا بأننا دولة أمة تحت القيادة السامية لحضرة صاحب الجلال نصره الله. نعم أستاذ المرابط، اسمح لي ننتقل صوب مدينة الدار البيضاء ونواصل نقاشنا مع بروفيسور سعيد عفيف. بروفيسور تبعتي أكيد لتفضل به سي المرابط، وأنا كنسولكم بدوري بروفيسور كيفاش خاصنا نواصلوا هذه المعركة ديالنا ضد الوباء في ظل هذه المؤشرات. دابا ما عندنا كما أشار لي الدكتور وعاد وراه عطى إيضاحات وتفسيرات اللي مهمة، فهاد نستغلوا هاد الفتره باش، وخصوصا عطى واحد الرقم اللي ما خصوش يدوز بالزربه، 84% من الناس اللي توفاو فهم ناس اللي ما مكملينش اللقاح ديالهم ولا اللي دازت عليهم اكثر من 5 شهور على الجرعه الثانيه. هذا واخا اوميكرون ما تيعطيش حالات خطيره، اذا ف حتى فاش كان الدلتا هذاك النسبه اللي وصلنا لها ديال اللقاح هي اللي جعلت انه تكون عندنا الوفيات قليله، وشنا بلدان اخرى اللي كانت عند نسبه ضعيفه ديال الاشخاص الملقحين اللي كانت عندهم وفيات كثيره. اذا دابا الحمد لله الحاله مزيانه ومستقره، الله يدومها حاله، خصنا نسترجعوا الانفاس ديالنا لا نفسيا، وكذلك حتى يتعافى الاقتصاد ديالنا، وخصوصا المرافق اللي ضروا بزاف بحال المرافق ديال السياحه بحال الناس ديال الحفلات الى اخره غير ذلك. اذا خاص ولا بد بروفيتيو من هذا الوقيته اللي مهدنا باش يتلقحوا والناس يتلقحوا، حنا يقلقنا انه خصنا نعطيو واحد الرقم اللي هو رقم تيقلق واحد شي شويه، انه بالنسبه للناس اللي عندهم 75 عام الفوق اللي كانوا من الناس الاولين اللي تلقحوا، فمع الاسف بقى 400,000 شخص اللي بقى ما تلقحاش. اذا هادو تيشكلوا على راسهم خطر، الله يحفظهم، وتيشكلوا على المنظومه الصحيه خطر، لحقاش الفيروس راه باقي الى تقاس يقدر هو يمشي للانعاش، وهذا الشيء اللي ما بغيناش. دابا نسبه الملء ناقصه، الى جينا الناس اللي ما بين 60 و74 سنه فاكثر من 2 مليون ما واخدينش الجرعه الثالثه ودازت عليهم اكثر من 7 شهور، اذا هاد الناس اللي عندهم امراض مزمنه ولا اللي متقدمين في السن فالله يجازيهم بخير، يسرعوا يديروا الجرعه ديالهم الثالثه المعززه باش الى تصابوا ما يديروش مرض خطير. هذا الشيء الى ما كانتش النسبه ديال الملء في الانعاش بقات مزيانه، وكما اعطى الدكتور المرابط انه الحمد لله دابا النسبه ديال الايجابيه ديال الكشوفات قل من 2%، راه كانت في الاوج ديال الاوميكرون 25%. اشنو هي 25%؟ فاش دير 100 كشف تلقى 25 واحد
اللي ايجابي بوزيتيف. شكرا لك دابا باش دير 100 كاش تلقى الله جوج. اذا الناس الله يجازيهم بخير نبقاو محاوك ودابا كاين التفاؤل، وكما قلت حنا مقبلين على شهر مبارك يكونوا التراويح وتكون الامور مزيانه، والله يحفظ بلادنا بالقياده الرشيده ديال صاحب الجلاله نصره الله وعيده. اكيد. بروفيسور مولاي سعيد عفيف عضو اللجنه الوطنيه العلميه والتقنيه، شكرا لك على هذه التوضيحات، كنت معنا مباشره من الدار البيضاء. شكرا لك كذلك الدكتور معاذ المرابط المنسق المركز الوطني عمليه طوارئ الصحه العامه بوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه. شكرا لك. مشاهدينا، ثاني مارس 2020 الإعلان عن ظهور أول حالة إصابة بكوفيد 19 في المغرب بمدينة الدار البيضاء. سنتان مرت على بداية الجائحة رفقتها جملة من التدابير التي اعتمدتها المنظومة الصحية للحد من انتشارها. الروبورتاج لي سعيد الإدريسي، عبد الرحمن زيان وحمد الحمري. ثاني مارس 2020 الإعلان عن ظهور أول حالة إصابة بكوفيد 19 بالدار البيضاء. الجهات المختصة سارعت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لمواجهة الفيروس الجديد، تأهب، تعبئة وانخراط لتدبير جيد واحتواء انتشار الوباء. هنا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد تصدير استراتيجية لمواجهة التحديات مع الحفاظ على الخدمات الصحية الأخرى، خصوصا على مستوى أقسام الإنعاش والعناية المركزة. كنا نتماشى مع الجائحة ومع متطلبات الجائحة، فاش تنكونوا في واحد الموجة وخصنا أسرة كافية للمرضى، كنا نحدث هذه الأقسام، كنا نغير التخصصات باش يتكفلوا بالكوفيد، وكان المركز الاستشفائي الجامعي من أوائل المؤسسات الاستشفائية الجامعية التي وفرت تحليلة ديال البي سي ار ديال الكوفيد. الأطقم الطبية اكتسبت ولله الحمد واحد الخبرة كبيرة في التصدي لهذه الجائحة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله. المغرب في تدبير الجائحة صار يضرب به المثل بين دول العالم. ومنذ المراحل الأولى لتفشي الجائحة اعتمد المغرب تدابير صارمة للسعي للحد من خطورة الفيروس التاجي وكل متحوراته، حيث استطاع وبفضل تضافر كل جهود من تجاوز المحنة بأقل الأضرار، الحملة الوطنية للتلقيح شكلت منعطفا إيجابيا لمواجهة الجائحة. توفير التلقيح للمواطنين اللي عرف يعني واحد نجاح كبير بالنسبه للمنظومه، يعني الاجراءات اللي خداتها هنا المغرب كي خصنا يعني نعتزوا بالمغرب رغم الهشاشه ديالو الى ذلك، يدل على شيء فانما يدل على التحنك وكذلك التبصر ديال الشعب المغربي وجلاله الملك من اجل يعني اتخاذ واحد مجموعه ديال الاجراءات اللي خلات المغرب في الصف الاولى لمواجهه الكورونا. حصيلة سنتين منذ ظهور الفيروس وسلالته، مراحل عاشتها بلادنا وتمكنت بفضل الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكل التدابير الاحترازية من الحفاظ على سلامة المنظومة الصحية، بل ساهمت في تقوية المكتسبات وتعزيز آليات تدبير الطوارئ الصحية. صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على قرار حول الوضعية بين أوكرانيا والفيدرالية الروسية. المملكة المغربية قررت عدم المشاركة في التصويت على هذا القرار، والتفاصيل في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل. عدم مشاركة المغرب في التصويت لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بالنسبة لموقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين الفيدرالية الروسية وأوكرانيا، كما تم التأكيد عليه في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 26 فبراير 2022. وتواصل المملكة المغربية متابعتها بقلق واهتمام تطور الوضع بين أوكرانيا والفيدرالية الروسية، ويأسف المغرب على التصعيد العسكري الذي خلف مع الأسف إلى غاية اليوم مئات القتلى وآلاف الجرحى، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية في الجانبين، وهذا الوضع ينعكس على مجموع ساكنة دول المنطقة وما بعدها.
وتؤكد المملكة المغربية تشبثها القوي باحترام الوحدة الترابية والسيادة والوحدة الوطنية لكل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وتذكر المملكة المغربية أنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن أعضاء المنظمة عليهم حل خلافاتهم بالوسائل السلمية وحسب مبادئ القانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم العالميين. والمملكة المغربية عملت دائما من أجل تفضيل عدم اللجوء إلى القوة لحل النزاعات بين الدول، وتدعو إلى مواصلة وتكثيف الحوار والمفاوضات بين الأطراف لوضع حد لهذا النزاع وتشجيع كل المبادرات والعمل من أجل ذلك. وكإجابة على نداء الأمين العام للأمم المتحدة، فقد قررت المملكة المغربية المساهمة المالية لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والدول المجاورة. وللمزيد من المعطيات والتفاصيل يحضر معنا ضيفا في بلاتو الأخبار الرئيسية الأستاذ تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ مساء الخير، مرحبا بك معنا. بداية قبل الخوض في النقاش، أسألك عن دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في آلية اتخاذ القرار الدولي. للأسف هذا الدور يبقى جدا محدود بالمقارنة مع الدور الذي أسنده الميثاق لمجلس الأمن. نعم. أقول هذا لأنه إذا كان مجلس الأمن محتكرا من طرف الدول دائمة العضوية التي يمكنها في كل حين أن تمارس حق الاعتراض أو ما يسمى حق الفيتو، فالجمعية العامة هي مفتوحة، حيث كل الدول كبر شأنها أم صغر تتوفر على صوت واحد ويمثلها 5 أعضاء، وبالتالي آلية اتخاذ القرار مفتوحة بشكل كبير. لكن الجمعية العامة لا يكون بمقدورها بالفعل أن تتخذ قرارات حاسمة وصالحة للتنفيذ، اللهم إلا في حالات جد محدودة، وربما هناك مرجعية يعود إليها دائما فقهاء القانون الدولي، وهي التي تهم الحرب الكورية في سنة 1950 حينما اندلعت الحرب ولجأت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن، لكن عندما جاء مندوب الاتحاد السوفيتي في حينه فرض حق الفيتو ولم يستطع مجلس الأمن اتخاذ أي قرار، وكانت النتيجة هي اللجوء إلى الجمعية العامة بمقتضى مشروع قدمه آنذاك ممثل الولايات المتحدة أعتقد سيد أشيسون، وأصبح هذا القرار يسمى باسمه قرار أشيسون أو بعبارة أخرى قرار الاتحاد من أجل السلام. وبمقتضى هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في حينه أصبحت القوات الأمريكية تحارب كوريا الشمالية في المنطقة تحت علم الأمم المتحدة. جاءت حالات أخرى مماثلة، مثلا في حرب السويس، في قضية هنغاريا، في قضية الكونغو وما حدث لباتريس لومومبا إلى آخره، لكن دور الجمعية العامة يبقى دائما محدودا. في الظرفية الراهنة نلاحظ أن الجمعية العامة ليس أول مرة تتحرك، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم لاحظنا كيف أن الولايات المتحدة دفعت كذلك إلى أن يتم طرح الموضوع أمام الجمعية العامة واتخذت موقفا بالإدانة في حينه. الآن نلاحظ أنه نفس الوضعية تقريبا تتكرر، مجلس الأمن عرض عليه الموضوع بعبارات شديدة من حيث الإدانة، إدانة الهجوم والمطالبة الفورية بسحب القوات، ولكنه كان مرة أخرى ضحية الفيتو الروسي، وهذا هو ما دفع الأعضاء إلى التقدم بهذا المشروع الذي تم التصويت عليه ب 141 دولة، أي 3/4 الأعضاء المشكلين للأمم المتحدة. لكن هل سيعرف هذا القرار أي أثر في الميدان؟ للأسف لا، وهذه الوضعية المحرجة التي تعيشها الأمم المتحدة اليوم. طيب بالنسبة للموقف المغربي أستاذ تاج الدين الحسيني، ماذا عنه؟ شنو يمكن لك تقول لنا عليه وما المبادئ التي ينبني عليها؟ أنا اطلعت قبل قليل فقط على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية بهذا الخصوص، والذي من خلاله تبين أن المغرب لم يمتنع عن التصويت. هناك فرق شاسع بين الامتناع عن التصويت وعدم المشاركة في التصويت. نعم. المغرب لم يشارك في التصويت، لأن عدد الدول التي امتنعت حوالي 35 دولة وبعض الدول امتنعت. أعتقد أن هناك يعني نوع من التكامل بين القرار الذي اتخذ اليوم والبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المغربية منذ بداية النزاع، عندما أثبتت مبدأين أساسيين في التعامل مع الموضوع. المبدأ الأول وهو عدم اللجوء إلى القوة كوسيلة لتسوية المنازعات، وهذا يدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. ثم ثانيا حماية الوحدة الترابية للدول، وقد لاحظنا كيف أن الغزو الروسي هيمن على أوكرانيا بطريقة هي غير أخلاقية، ولكن أكثر من ذلك هي طريقة عدوانية. والشيء الغريب أن روسيا كانت تتمسك بهذا الهجوم وهذا الغزو بمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع أن هذه المادة صريحة وواضحة
تقول إن استعمال حق الدفاع الشرعي لا يكون إلا عندما تتعرض دولة في الأمم المتحدة لغزو أو عدوان خارجي يعطيها الحق في استعمال حق الدفاع عن النفس. ما علينا، ما يجري الآن هو في إطار هذا القرار الذي اتخذ من طرف الجمعية العامة، والمغرب أعتقد أنه تميز في موقفه بالكثير من الحكمة والتريث. لماذا؟ لأن الذين هم أطراف الآن في النزاع سواء الولايات المتحدة أو روسيا هم أعضاء دائم العضوية في مجلس الأمن، ولهم قوة استثنائية في ممارسة آلية اتخاذ القرار، وبمقتضى هذه القوة بإمكان موقف قد يذهب في اتجاه الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك أن يؤثر على المصالح الحيوية للمغرب، خاصة وأن الاستراتيجية المغربية الدبلوماسية المغربية كانت قائمة منذ حوالي 7 سنوات بشكل مركز، أولا على أن لا يضع المغرب كل بيضه في سلة واحدة، أن يعدد الشراكات، وهذا ما فتح أبواب تعاون استراتيجي مع روسيا، مع الولايات المتحدة منذ القديم، مع الهند، مع عدة دول كبرى وحتى دول صاعدة. وبالتالي هذا الموقف الذي اتخذه المغرب يدخل تماما في هذا الإطار. فالمغرب يتمسك بعدم اللجوء إلى القوة، يتمسك بحماية الوحدة الترابية للدول ومريدها وحدة ترابية لأوكرانيا، ولكنه في نفس الوقت يتخذ موقفا لا يمكن أن يؤثر على مصالحه الحيوية في المستقبل، وخاصة في ملف وحدته الترابية الذي هو موضوع حيوي وموضوع كل مغاربة بدون استثناء. طيب، وكيف ترون أستاذ مستقبل العلاقات الدولية في ظل هذا الوضع الراهن؟ العلاقات الدولية للأسف تعاني من وضعية خطيرة اليوم، أقولها بكل صراحة. يعني تذكروا على أنه الآن أول مرة ربما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية يأتي رئيس لدولة ليهدد بإمكانية استعمال السلاح النووي، وهذا خطير جدا، لأن معناه بعبارة أخرى أننا سندخل في لعبة ما يسميه الأمريكيون bilateral assured destruction، أي التحطيم المتبادل المضمون، وهو معنى كل حرب نووية يمكن أن تنشو بين الكبار. الولايات المتحدة وروسيا الآن، يعني روسيا تصور أنها في الرؤوس النووية تتفوق على الولايات المتحدة، وأي استعمال من طرفها للسلاح النووي سيكون رد الفعل الأمريكي مباشر وفوري، وبالتالي النتيجة، لأن الأسلحة التي يتوفر عليها كل طرف هي هناك ما يسمى بالأسلحة الهجومية العابرة للقارات كصواريخ، ويسمى أسلحة الهجوم الشامل ميرف بالخصوص. ثم الطرف الآخر عندما يتلقد ما يسمى بالضربة الأولى يمكنه دائما أن يبقى على قيد الحياة ليوجه ما يسمى بالانتقام الشامل عن طريق أسلحة أنتي باليستيك ميسلز أو ما يسمى أنظمة ABM. هذه الأنظمة تمكنه من توجيه ضربات أخرى، وهذا التبادل لا يكفي فقط لتحطيم دولتين، ولكنه قد يؤدي بسبب المخزون الذي تتوفر عليه الدول الكبرى إلى تحطيم الحضارة البشرية عدة مرات. يعني الآن عندما يعني يجرأ رئيس دولة على أن يستعمل هذا المصطلح، هذه خطورة جدية على الأمن والسلم، وهذا هو السبب الذي ربما منذ البداية دفع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي جميعا أن تبقى مشدوهة وتنتظر ماذا سيفعل بوتين. يعني بوتين أظهر فعلا أنه يتحكم في خيوط اللعبة بهذه الطريقة، ليس لقوته المفرطة وليس لذكائه البارع، ولكن فقط لأنه يتحكم في إمكانية المخاطرة باستعمال السلاح النووي. ما نتمناه هو أن الأمم المتحدة تشرع في مستقبل قريب في تغيير أنظمتها، وخاصة تعديل الميثاق، وتمكين باقي البلدان النامية والبلدان الصاعدة من إمكانية المشاركة في آلية اتخاذ القرار بشكل قوي، لأن هذه البلدان جميعا عندما انضمت إلى الأمم المتحدة كانت في حقيقة الأمر وواقعه ضحية نزعة فطرية للعيش في ظل السلام بأي ثمن، واليوم هي تؤدي هذه الفاتورة القوية والكبيرة، لأنه في نهاية المطاف وضعية مجلس الأمن والأجهزة المتخذة للقرار هي كانت دائما تعتبر بمثابة ناد للمنتصرين في الحرب العالمية الثانية. تغيرت كثير من الأشياء، ولكن الأمم المتحدة ظلت عاجزة عن تقوم بمهامها الأساسية التي هي حفظ السلم والأمن الدوليين. دكتور تجد الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أجدال بالرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات.
اعتمدت الجمعية العامة الأمم المتحدة إذن قرارا يدعو إلى تسوية سلمية فورية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، لا سيما عبر الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة. ويحث هذا القرار الذي تم التصويت عليه بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 أصوات وامتناع 35 عن التصويت أطراف النزاع على احترام اتفاقية مينسك والعمل بشكل بناء داخل الهيئات الدولية ذات الصلة في أفق ضمان تنفيذها التام. تفاصيل هذا الخبر مع سكين عليتو. بعد يومين من المشاورات بين أعضائها وبأغلبية 141 صوتا، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا. End hostilities in Ukraine now. أوقفوا القتال في أوكرانيا الآن، افتحوا باب الحوار والدبلوماسية الآن. يجب احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. ليس لدينا وقت نضيعه، والأثار الوحشية للصراع واضحة للعيان. وعلى الرغم من أن الوضع سيء بالنسبة للشعب في أوكرانيا في الوقت الحالي، إلا أنه يهدد بأن يصبح أسوأ بكثير. القرار الذي عارضته 5 دول وامتنعت عن التصويت له 35 دولة بينها الصين، يطالب أيضا روسيا بأن تسحب وعلى نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية، كما يدين القرار وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب. ويستنكر القرار بأشد العبارات التدخل الروسي في أوكرانيا، ويؤكد التمسك بدعم سيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا بما فيها مياهها الإقليمية. القرار الأممي يدعو أيضا إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما يستنكر تورط بيلاروسيا في التدخل بهذا البلد الجار. وتتهم دول غربية والمنظمة الدولية روسيا بخرق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع الدول الأعضاء من التهديد باللجوء إلى القوة أو استخدامها لحل الأزمات. وتبقى قرارات الجمعية العامة غير ملزمة وإن كانت ترتدي طابعا رمزيا سياسيا، كما لا يستخدم فيها حق النقد والذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين. قادمة من بولندا، حطت طائرة الخطوط الملكية المغربية بمطار محمد الخامس الدولي في أولى الرحلات الجوية المبرمجة لإعادة أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا بأمان إلى أرض الوطن على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ينضم إلينا اللحظة مباشرة الزميل خالد أزدون ليلقن لنا أجواء العودة. مرحبا خالد. مرحبا مريم. المغرب يحرك طائرته من أجل إجلاء رعاياه من أوكرانيا عبر الشريط الحدودي عبر البلدان المجاورة. طائرتان حلتا على أرضية مطار محمد الخامس في نفس التوقيت. يتعلق الأمر كما قلت بطائرة قادمة من بولندا وطائرة قادمة من هنغاريا في انتظار الطائرة الثالثة التي ستأتي من رومانيا تدريبا من الساعة 11 ليلا. للتو بدأ كما تلاحظين مريم خروج المغاربة القاطنين بأوكرانيا، معظمهم من الشباب. نعلم جيدا بأن 12 ألف مهاجر بأوكرانيا، معظمهم من الطلبة، 80% من الطلبة الآن بدأوا يتقاطرون على هذا المكان من أجل أخذ الأمتعة. لاحظنا بالبعض بأنه يعني يحمل آثار نفسية كبيرة على ما عاشوه هناك بأوكرانيا. سوف نحاول أن نستقي بعض التصاريح إن أمكن ذلك. سنؤجل هذا إلى وقت لاحق. نعم. كما قلت مريم، كيف تبدو الحالة النفسية خالد؟ الحالة النفسية للطلبة الذين وصلوا هذا اليوم. نعم، تصريح من أمكن. نحن مباشرة على القناة الأولى. مرحبا بك، على سلامتك. على سلامتك. أكيد بأن عودتك للأرض الوطن مشي سهلا بعد الظرف اللي عشتوه هناك في أوكرانيا، احكي لي. نعود لك من الأول باختصار. كنت ناس تقريبا مع 4 الصباح سمعت لي بومباردومون في قرب المنزل ديالي، فإذا بخديت السيارة وحاولت نعبر لأقرب نقطة حدودية قريبة لي اللي هي حدود المولدافيا.
أنا كنت في مدينة أوديسا في أوكرانيا، عبرت الحدود المولدافية، تلاقينا ناس تعاملون معنا بحالة إنسانية، ما الحمد لله ما خلونا ناقصين من والو، تنشكرهم من هذا المنبر هذي. أبخي من وراء هادشي مشينا عبرنا الحدود للرومانية حتى هي، يعني مشينا دزنا جوج البلدان باش ناخدو الطيارة من بوخارست باش نجيو هنايا للمغرب الحمد لله. وتنشكر السلطات المغربية وبالضبط وزارة الخارجية على التدخلات اللي دارت معنا، حيت صراحة شفت ناس مازال معذبين من اجانب اخرين باقيين ما جاوش معاكم غير المغاربه، حتى قالوا لي جيتي حتى مسافرين افارقه ولا عرب ايضا. فهاد التذكره هذه اللي خدينا اليوم جاوا غير المغاربه، ما شفت حتى شي اجنبي اخر. كاينين ناس اخرين بطبيعه الحال غاديين يجيو غيبغيو يجيو المغرب حيت بلد امين حتى هو بطبيعه الحال افارقه. فرحان انك اليوم الحمد لله عبد الله. نشوفوا والدينا باش ما يبقاوش تما مخلوعين علينا، ونتمنوا الخير لخوتنا اللي باقيين تما تما يوصلوا في اقرب وقت عند والديهم. شكرا على سلامتك على سلامتك على سلامتك. تختلط المشاعر هنا بمطار محمد الخامس، ما زالت ننتظر ما يناهي تقريبا ازيد من 300 مهاجر مغربي يعيشون ب أوكرانيا، جاءوا عبر الرحلتين الجويتين كما قلت في نفس التوقيت في انتظار الرحلة الثالثة. ثلاث رحلات مبرمجة عبر ما صرحت به السلطات المغربية، ثلاث رحلات مبرمجة يوميا ابتداء من اليوم إلى حدود إجلاء جميع الرعايا المغاربة هناك بأوكرانيا من أجل عودتهم سالمين إلى أرض وطنهم. سوف نحاول أن نستقي يعني الأجواء في البوابة الأخرى مع الأباء الذين ينتظرون أبنائهم بسعادة كبيرة، بعد ذلك ربما إن كان الوقت يكفي للعودة إلينا من جديد من أجل استقاء بعض الآراء وأيضا الأجواء، أجواء التقاء هؤلاء بدويهم في البوابة الخارجية. نعم شكرا جزيلا لك خالد أزدون، بكاميرا محمد العربي، كنتما مباشرة معنا من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. إذن مشاهدينا، وصلت هذا اليوم رحلتان جويتان قادمتان من بولندا وهنغاريا في انتظار رحلة ثالثة ستصل هذا المساء أيضا من رومانيا، تقل مجموعة من الطلبة المغاربة الذين كانوا بأوكرانيا في إطار الرحلات التي برمجتها شركة الخطوط الملكية المغربية لفائدة الجالية المغربية المقيمة هناك إلى المغرب، والتي تتألف أساسا من الطلبة كما قلنا. هذه الرحلات كانت بأسعار استثنائية حددت في 750 درهما شاملة للرسوم من البلدان المجاورة. شركة الخطوط الملكية المغربية أعلنت اليوم عن تعزيز عرضها لفائدة المغاربة المقيمين بأوكرانيا من خلال إضافة رحلتين جديدتين يوم السبت القادم انطلاقا من سلوفاكيا وبولندا باتجاه الدار البيضاء وبنفس السعر. تنضاف الرحلتان الجديدتان إلى ثلاث رحلات أخرى أعلنت عنهما الشركة أمس ليومي 3 و4 مارس انطلاقا من براتيسلافا وبوخارست وبودابست في اتجاه الدار البيضاء، وكذا إلى رحلة الثلاث المبرمجة اليوم انطلاقا من بوخارست بودابست وارسو نحو الدار البيضاء. هذا وارتفع عدد المغاربة الذين غادروا أوكرانيا عبر المراكز الحدودية إلى أزيد من 5300 شخص حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. هذا الرقم يبقى مرشح للارتفاع ويتوزع بين سلوفاكيا، بولونيا، هنغاريا ورومانيا. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أوفدت نحو 20 موظفا قنصليا من بينهم 4 قناصل عامين سابقين لدعم ومساعدة أطقم السفارات المغربية المتواجدة ميدانيا لاستقبال وتقديم المساعدة اللازمة للمغاربة في البلدان الأربعة المجاورة لأوكرانيا. قيس محسن. عبر مختلف المنافذ المتاخمة للحدود الأوكرانية تتواصل عملية عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوكرانيا، أغلبهم طلبة ذهبوا لهذا البلد بحثا عن العلم ليجدوا أنفسهم وسط نيران عمليات عسكرية سببها أزمة روسية أوكرانية يجهل مصيرها لحدود الآن. عددهم بلغ إلى حدود مساء اليوم 5303 مغربي تمكنوا من العبور بسلام إلى بلدان الجوار. عملية
تسهر عليها الأطقم القنصلية المرابطة بكل من الحدود مع هنغاريا، رومانيا، بولونيا وسلوفاكيا. كنت واجدنا هنا في سلوفاكيا وكنت منه وقت نرجع للمغرب في أقرب وقت. إحنا والعائلة ديالنا إن شاء الله. دابا كنتسناو في مشيو لوطيل، الحمد لله واللي بيرا قطعناهم، وشكرا للمسؤولين اللي داروا هذا الجهود. والجهود الدبلوماسية متواصلة لتسريع وتسهيل إجراءات عملية عبور باقي مغاربة أوكرانيا، تفاعل مستمر مع تطورات الوضع الميداني واجتماعات غايتها التنسيق مع الجانب الأوكراني بهدف توفير طريق آمن لإجلاء الطلبة المغاربة وسط هذه الأوضاع الاستثنائية. عاد وصلنا من كياب، تنشكر بزاف الإخوة الواقفين معايا اللي كانوا معايا في الخوف ديال الحدود واللي عاونونا وسهلوا علينا الدخلة، واللي الحمد لله مع وصلنا لهنايا ورونا كل شيء، ورونا فين نلقاو الماكلة، ورونا فين نحطوا الحوايج، ورونا فين نعسوا، ورونا فين نتغداو، ورونا فين نشريو لا كارت سيم كما ديما في المغرب. عاش المالك. الحمد لله حنا دابا في المطار شدينا البي ان شاء الله مع التمنيه غنوصلوا للمغرب. الحمد لله المهم الاجراءات كلها دازت مزيان، الحمد لله بعدا نرجعوا لوالدينا بخير وعلى خير ان شاء الله. هاد الساعة عبر معبر شيغيني أوكراني، معبر بولونيا. في البداية في معبر ديال أوكرانيا كانت القضية شوية صعيبة، اضطرينا نتسناو بزاف حيت القضية كانت مكصدة وكان ناقص صداع، ولكن إنفو دزنا هنا لبولونيا الحمد لله، الناس ديال بولونيا تكلفوا بينا كل شيء بخير، جاو عندنا السفارة وفروا لنا اللوجمون والماكلة، كل شيء الحمد لله بخير. شكرا بزاف على كاع لي زيفور ديالك، فريمون نعمة المغرب ونعمة المغرب ونعمة المغرب. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، شكرا لك. من جانبها تواصل الخطوط الملكية المغربية برمجة رحلاتها لفائدة الجالية المغربية المقيمة بأوكرانيا، حيث تمت إضافة رحلتين جديدتين السبت القادم انطلاقا من مدينتي كوشيتسا بسلوفاكيا ووارسو ببولندا في اتجاه الدار البيضاء. ونبقى دائما مع وضعيات المغاربة العالقين بأوكرانيا، حيث اتفق المغرب ورومانيا على مواصلة التنسيق العملياتي للاستقبال الآمن فوق التراب الروماني للمواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا من أجل تأمين عودتهم إلى المملكة في أقرب وقت ممكن. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروماني ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطة. العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل يومها السابع. القوات الروسية تواصل هجومها على المدن الأوكرانية خصوصا خاركيف، ومع استمرار هذه الأزمة أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا تقترب من 875,000. نبيل أزرق. العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل يومها السابع، وتشتد معها وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن. الجيش الأوكراني أعلن قوات روسية محمولة جوا نفذت الليلة الماضية إنزالا في خاركيف شرق البلاد، مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا في ثاني كبرى مدن البلاد. وبعد عمليات قصف على وسط المدينة أمس أوقعت 21 قتيلا على الأقل، استهدفت ضربات اليوم قارات محلية لقوات الأمن والشرطة وكذلك جامعة، أدت إلى سقوط 4 قتلى على الأقل و9 جرحى. وفي العاصمة كييف يسود هدوء نسبي بعد ضربات استهدفت أمس برج التلفزيون موقعة 5 قتلى. وفي جنوب البلاد على بحر أزوف أعلن الجيش الروسي أنه سيطر بالكامل على مدينة خرسون، فيما أكد رئيس بلديتها في وقت سابق أن المدينة لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا. ومع استمرار المعارك ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا بنحو 200,000 لاجئ خلال الساعات 24 الماضية بحسب إحصاء للأمم المتحدة، ما يرفع إلى قرابة 875,000 إجمالي عدد اللاجئين الذين فروا إلى دول الجوار منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي حال تصاعد وتيرة الأحداث هناك يتوقع نزوح قرابة 4 ملايين مدني من أوكرانيا.
وفي ردود الفعل الدولية على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، قامت الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستبعاد 7 مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي، فيما سعى الرئيس الأمريكي في خطاب الاتحاد إلى توحيد الصفوف لتدعيم الوحدة الداخلية، معلنا إغلاق المجال الجوي لبلاده أمام الطائرات الروسية. معطيات أخرى مع عبد الوهاب الكاراتي. في خطابه عن حالة الاتحاد، سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استغلال دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمواجهة روسيا لتدعيم الوحدة الداخلية، وأكد بايدن أن قوات بلاده لن تنخرط في أي قتال ضد روسيا، لكنها ستنضم للاتحاد الأوروبي وكندا في فرض عقوبات على موسكو ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا. أنا أعلن الليلة عن الانضمام لحلفائنا وغلق المجال الجوي الأمريكي في وجه جميع الطائرات الروسية، مما سيزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطا أكبر على اقتصادها. من جهتها، أعلنت مجموعة بوينغ الأمريكية العملاقة في مجال صناعة الطائرات أنها ستعلق الخدمات اللوجستية التي تقدمها لشركات الطيران الروسية من قطع الغيار والصيانة والدعم الفني. شركة الشحن والتوصيل الألمانية DHL أعلنت بدورها تعليق توصيل الشحنات إلى روسيا وبيلاروسيا حتى إشعار آخر، لتنضم بذلك لقائمة العديد من الشركات التي أوقفت عملياتها في روسيا. كما أقدمت الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استبعاد 7 مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي. وعقب اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أكد مدير الوكالة أن ما يحدث حاليا في أوكرانيا وضع غير مسبوق، إذ يجري النزاع الحالي قرب منشآت نووية. جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطة اليوم رسميا دعم المغرب الكامل لجهود مؤتمر نزع السلاح، الهيئة التي تتميز بتفرد ولايتها داخل منظومة الأمم المتحدة. وفي معرض تدخله عبر الفيديو خلال الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، جدد السيد بوريطة تأكيد دعم المملكة للمبادرات متعددة الأطراف في إطار الأمم المتحدة، الرمية إلى كبح سباق التسلح وتعزيز فعالية اتفاقيات الحد من التسلح ونزع السلاح، تنشيط آليات نزع السلاح متعددة الأطراف، ودعم جهود المجتمع الدولي قصد الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية والقضاء على أسلحة الدمار الشامل. ذكر من جهة أخرى بتمسك المملكة بمبدأ عدم اللجوء لاستعمال القوة من أجل فض النزاعات بين الدول، مشيرا إلى أن المملكة تشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تحفز التسوية السلمية للنزاعات. نبقى بجنيف، وعلى هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التقى وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي، وعن هذا اللقاء أدلى السيد الوزير بالتصريح التالي. هذا اليوم التقيت مع السيدة ميشيل باشلر التي هي مفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان، وتحدثنا حول أوضاع حقوق الإنسان سواء في إفريقيا وفي العالم وفيما يخص المغرب كذلك، كما أنه تحدثنا عن ملفات بعض الملفات الخاصة وبعض الملفات العامة. أكدت من جديد على دور جلالة الملك، وأنه كان دائما هو السباق الأعمال قضايا حقوق الإنسان، وكذلك أكدت على أن المغرب نموذجا يجب أن يحتذى به، وأنه يمكن أن يسير إلى الأمام في قضايا حقوق الإنسان. ونحن أكدنا لها أننا مستعدون للحوار، ونحن منفتحين على جميع الملفات لمناقشتها، لأننا نعتبر أنفسنا ليس لنا فقط دور وطني، ولكن كذلك للمغرب دور قاري للدفاع عن حقوق الإنسان ولحماية حقوق الإنسان. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج بتونس العاصمة وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت ضمن وفد يضم المشاركين في أشغال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب. ويترأس السيد عبد الوفي الفتيت الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة، والذي يضم على الخصوص السادة دريس الجواهري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، ومحمد مفكر الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومحمد التخيسي ولي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية،
الجنوبيه بالمديريه العامه للامن الوطني، مدير مكتب الانتربول بالمغرب ورئيس مكتب الاتصال لدى الامانه العامه لمجلس وزراء الداخليه العرب. وناقش هذا الاجتماع الذي عقد بحضور وفد تمثل على الخصوص جامعه الدول العربيه والمنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه الانتربول واتحاد المغرب العربي والاتحاد الاوروبي وكذلك جامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه عددا من القضايا المتعلقه بالتعاون الامني في مواجهه التحديات الامنيه. ونبقى بتونس حيث انعقدت اليوم اشغال الدوره 39 لمجلس وزراء الداخليه العرب بمشاركه المغرب، وانكب الوزراء خلال هذه الدوره التي تعرف كذلك حضور ممثلين عن مكتب الامم المتحده لمكافحه الارهاب والاتحاد الرياضي العربي للشرطه، انكبت على مناقشه مشروع خطه مرحليه 10 للاستراتيجيه العربيه لمكافحه الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقليه، ومشروع خطه مرحليه 6 للاستراتيجيه العربيه للحمايه المدنيه. عماد مسمير وعبد الفتاح السوين. الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي عرفت مشاركة المغرب ممثلا بوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت توجت أشغالها باتخاذ عدة قرارات وتوصيات من شأنها أن تسهم في توحيد الرؤى العربية فيما يتعلق بمختلف القضايا الأمنية. وتميزت هذه الدورة بتقديم تقارير حول أنشطة الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كما انكب الوزراء العرب على مناقشة مشروع خطة مرحلية 10 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية 6 للاستراتيجية العربية للحماية المدنية، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية 9 للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومناقشة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2021 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال السنة ذاتها، فضلا عن تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة عرفت حضور ممثلين عن جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول واتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي. في الساعات الأولى من صباح اليوم تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من توقيف بطاطة عنصر يشتبه في تطرفه وفي موالاته لما يسمى بتنظيم الدولة يبلغ من العمر 27 سنة، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية، وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام. التفاصيل. يقظة المصالح الأمنية الوطنية والمجهودات المتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمواجهة وتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية تمكن اليوم من إحباط مشروع إرهابي جديد كان يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها عبر توقيف عنصر مشتبه في موالاته لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. العملية جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم بقيادة ألوغوم بدائرة هومزجيد ضواحي مدينة طاطا. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه قام بتحميل وتجميع العديد من المحتويات الرقمية من مواقع متطرفة بغرض الإلمام بطبيعة المواد والمستحضرات الموجودة في الأسواق التي تدخل في صناعة المتفجرات والتدرب على كيفية إعدادها وتحضيرها لصنع أجسام متفجرة قصد استعمالها في عمليات إرهابية باستخدام سيارة مفخخة. كما أوضحت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيه كان يحضر لتنفيذ مشروعه الإرهابي بإعاز وتنسيق مع شخص مشتبه بكونه متطرف ينشط خارج المغرب له ارتباط بأحداث إرهابية بأوروبا، والذي تكلف بمهمة توفير الإمداد المالي والدعم اللوجستيكي لاقتناء الأسلحة ومستلزمات صناعة المتفجرات
بينما عهد للمشتبه فيه الموقوف بالمغرب بمهمة استقطاب وتجنيد الأشخاص المندورين لتنفيذ المخطط الإرهابي بالمغرب. إجراءات البحث كشفت أن هذا المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب وبعض المسؤولين السامين في مؤسسات وزارية وأمنية، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الأنترنت لتسهيل استهدافها. كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر من حجز مجموعة من المواد المشبوهة بكميات متفاوتة والتي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات، وهي عبارة عن مادة الكبريت ومسحوق الفحم وكمية من الأسمدة وميزان إلكتروني، بالإضافة إلى معدات معلوماتية تتضمن بيانات رقمية حول كيفية صنع المتفجرات وملصقات حائطية ذات حمولة متطرفة، فضلا عن مخطوط مكتوب بخط اليد في شكل وصية يتوعد فيها بتنفيذ عمليات إرهابية. وقد تم الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع ارتباطات هذا المشروع الإرهابي وتحديد امتداداته وتقاطعاته العضوية مع التنظيمات الإرهابية الموجودة خارج أرض الوطن. وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بلاغه بأن هذه العملية الأمنية تؤشر على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها الرامية لاستهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. في الشأن البرلماني، أجرى رئيس مجلس النواب اليوم بحثات مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، تناولت تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والمصالح المشتركة مع التأكيد على تجذر العلاقات بين البلدين. نادية المدن وعبد الله مزاحم. تأتي هذه الزيارة لتعزيز أكبر للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية. خلال هذا اللقاء كانت الإشادة بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات الثنائية والمتعددة الأطراف والتنسيق المثمر في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية. نلمس رغبة أكيدة صادقة في أن نخطو الفترة القادمة خطوات واسعة على طريق التعاون ما بين بلادنا، ونأمل في أن تتسارع الخطى في هذا الأمر، لأنه ليس لدينا رفاهية التراخي أو غيره. لذلك نحن نأمل في لقاءات قريبة سريعة قادمة إن شاء الله لنحقق ما تصبو إليه بلادنا والمغرب الشقيق ومصر دائما أبدا إلى الأمام. الرباط والقاهرة تجمعهما أواصر تاريخية مشتركة وتجارب يتعين تقاسمها والاستفادة منها حتى يترجم على أرض الواقع الرصيد التاريخي المشترك. الوفد المصري يحضر بلادنا للمشاركة في أشغال المؤتمر 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وفعاليات منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ في أمريكا اللاتينية والكاريب المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وسيحتضنها مجلس المستشارين بداية من الغد إلى غاية السبت المقبل. نتابع أخبارنا من إقليم ميدلت، حيث تم إعطاء انطلاقة التنزيل الميداني للبرنامج الاستثنائي للتخفيف من أثار نقص التساقطات المطرية بجهة درعة تافيلالت. المحور الأول لهذا البرنامج الجهوي سيكلف مبلغا إجماليا قدره 166 مليون درهم. التفاصيل مع مهدي محب وأحمد الفضيل. هذه السيارة محملة بالشعير المدعم،
هي الآن في طريقها إلى منزل السيد عبد الحفيظ بادي الموجود بإقليم ميدلت. هو فلاح ومربي ماشية تأثر جراء ضعف التساقطات المطرية. عبد الحفيظ استفاد من هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الاستثنائي الهادف إلى تخفيف العبء على الفلاحين وكل مكونات القطاع الفلاحي. الحمد لله بهذه المبادرة اللي دار سيدنا جاتنا في واحد الوقت المناسب اللي هو الكساب وقف، ما لقاش يزيد القدام وما لقاش يزيد اللور، ما بقيناش كنخممو في ولادنا ولا في روسنا ولا بقينا كنخممو غير في الكسيبه كي غنديروا معاه. ولكن الحمد لله سيدنا راه فكر فينا في واحد الوقت المناسب، جاتنا هذه المبادره في واحد الوقت المناسب. عبد الحفيظ بادي واحد من بين عدد مهم من فلاحي جهة ذرعة فيلالت الذين سيستفيدون بدورهم من البرنامج الاستثنائي. الاستفادة تشمل الرصيد الحيواني والنباتي، ترشيد وتذبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي. الالتفات اللي التفت لينا سيدنا الله ينصره درنا الشاطو، وراه صيفط لنا واحد سميتو ديال الشعير ان شاء الله راه جاي في الطريق، وعطانا السيترنات ديال الماء كنشكروه بزاف والله ينصره. ولتخفيف من اثار نقص التساقطات المطريه بجهه ذرعه فيلالت، تم اطلاق المحور الاول من البرنامج الجهوي بتكلفه اجماليه تبلغ 166 مليون درهم. الشباك يعني المفتوح بالنسبه للشعير، وكذلك تدشين ديال هذه النقطه ديال الماء اللي هي عباره عند واحد يعني البئر اللي عنده الطاقه الشمسيه واللي غادي يستبدو به يعني المربين ديال الاغنام وديال الماعز في هذه المنطقه. هذه توفير الاعلاف بالانواع ديالو خاصه ماده الشعير، واحد 396 الف قنطار مرحلة أولى اللي غدا تكون في الجهة كاملة. كاين كذلك هناك العملية ديال توزيع ديال الأعلاف المركبة، وخاصة بالنسبة اللي كينشطوا في تربية الأبقار الحلوب. حوالي 96 ألف مربي ماشية سيستفيد من 396 ألف قنطار من الشعير المدعم، إعادة وتأهيل المنشآت المائية، تأمين 20 ألف هكتار من مساحة الحبوب والقطاني، وتدشين طريق التفاح بتكلفة إجمالية قدرها 17 مليون درهم. هي محاور من بين أخرى للبرنامج الاستثنائي الخاص بجهة ذرعة فيلالت. في أخبار الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 75 و80 كيلومترا في الساعة يوم الجمعة ما بين الساعة 3 صباحا إلى حدود 8 ليلا في كل من الحسيمة، بركان، وجد أنقاد، جرادة، ناظور، قرسيف، فيجيك، توريرت، دريوش، تازة، بولمان، ميدلت، قلميم، وسيديفني. كما يتوقع أيضا نزول ثلوج في المرتفعات خاصة إفران، تازة، بولمان، صفرو وفيجيك يوم الجمعة، أيضا ستتراوح مقاييسها ما بين 10 و20 سنتيمترا. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثف اللجان الإقليمية المختلطة جولاتها لمراقبة أثمنة وجودة المواد الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل. النموذج من سوق تلات بإقليم قنيطرة مع وفاء اليعقوبي وسمير بركة. مراقبة روتينية لسوق تلات بإقليم القنيطرة لمراقبة جودة المواد المعروضة في السوق وأثمنة المواد المثقفة. صافر ماشي صافر. كنوصل اليوم عند واحد الشخص كيعد مأكولات خفيفة للمرتدين ديال هاد السوق، وكنتواجدوا هنا كان في الإطار المعاينات ديالنا. وجدنا عنده بطاطس ديال القلي معدة سلفا، ولكن في واحد الظروف غير صحية واللي كيمكن انها تضر بالصحة ديال المستهلك وديال المواطن اللي كيتواجد في هاد المنطقة. وعلى هذا الأساس كنقوموا بالإتلاف ديالها في عين المكان. أثمنة الخضر والفواكه ومواد الاستهلاك تخضع لميزان العرض والطلب. داخل السوق وجدنا تضاربا طفيفا في الأثمنة مرتبطا بالجودة، لأن أثمنة هذه المواد غير مقننة. العدس كاين ب 380 260 على حسب من قادش العدس، والحمص كاين 260 300 280، اللوبيا بحال 260 280، اللوبيا وما مقادنش على حسب الجوده. الفول كاين 9 دراهم وكاين 10 دراهم. كنسقط اختي عبد الطاسات كنترزق فيه الله.
شحال الطاسه الكبيره وشحال الصغيره؟ هذه كنبيعها ب 240، من كرخه كنا نبيعوها ب 200، من ولات السلعه غاليه كنبيعوها ب 240 حيت خرجه كناخذوها ب 6000 ريال. ماطيش 110، قرعه 50، خيزو 50، طاطا 70، هادشي اللي كاينه كله باش كيبيع اختي السلام مقداش. علاش؟ وما حتى داكشي على الجوده. اللجنة المختلطة في جولتها داخل هذا السوق القروي تراقب انسيابية مسالك التمويل والوفرة وجودة المواد المعروضة. هذه اللجنة كتخدم طبقا للقوانين الجارية للعمل، أولا قانون حماية المستهلك، وثانيا قانون حرية الأسعار والمنافسة. هناك بعض المواد اللي هي الثمن ديالها مقنن مثل الدقيق المدعم ومثل البوطة ومثل السكر وايضا الكمامات وايضا المعقمات. هادو هما المواد اللي تم التسميه ديالها مقننه ويتم مراقبتها. فيما يخص المواد الاخرى فاحنا كنراقبوا الجوده ديالها وايضا المصدر ديالها. مع اقتراب شهر رمضان الابرك تكثف اللجن المختلطه الاقليميه عمليات مراقبه الاسعار والمنافسه والجوده، وذلك حمايه للمستهلك من السوق السوداء وحفاظا على صحته. في يوم دراسي مع عدة قطاعات عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب باشتراك مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط بمجلس المستشارين لقاء لتدارس إمكانية تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على بعض المنتوجات الغذائية التي تحتوي على السكر. حفيد الهواري والعربي نهيري. اجتمعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب باشتراك مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط بمجلس المستشارين في يوم دراسي مع عدة قطاعات وزارية، وهي قطاع المالية وقطاع الفلاحة وقطاع الصناعة والتجارة وقطاع الصحة. خلال هذا اللقاء تم تدارس سبل إمكانية تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على بعض المنتوجات الغذائية المحتوية على السكر. غادي نشوفوا السبل والراهنية ديال تطبيق هذه الضريبة والإمكانية ديال تطبيقها بما يخدم الصحة العمومية الوطنية. تعرفوا السكر تقدر يعطي بعض الأمراض مثل السمنة، ولكن أيضا نشوفوا واش ممكن نطبقوها ومدى استدامة القطاع الصناعي الغذائي المغربي. ويدخل هذا النقاش في إطار الالتزام الذي قدمته الحكومة إبان مناقشة قانون المالية لسنة 2022. حائطان للمكتبة الرقمية التابعة للمجلس الثقافي البريطاني أعطيت انطلاقة العمل بهما بكلية العلوم السمللية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش. المكتبة تفسح المجال أمام الطلبة للاستفادة من آلاف الكتب الإلكترونية والصوتية وغيرها، مما سيساهم في إثراء رصيدهم اللغوي والمعرفي. أمين علام ومعتصم بالله بوعساوي. فضاء جديد يفتح أمام طلبة جامعة القاضي عياض من خلال انخراط هذه المؤسسة في مجال الرقمنة. يتعلق الأمر بتدشين حائطين للمكتبة الرقمية التابعة للمجلس الثقافي البريطاني، واحد بكلية العلوم السمللية والآخر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. هي نافذة ستمكن من إغناء رصيدهما اللغوي والمعرفي من خلال الولوج لآلاف الكتب الإلكترونية وغيرها من المحتويات في مجالات متعددة. هي واحد المكتبة رقمية كتوفر فيها مجموعة قيمة من الكتب والأفلام اللي خرجوا جداد ومجلات وبودكاست وأوديو بوكس، يعني بزاف ديال الحوايج متوفرين فيها اللي ما نقدروش حنايا نلقاوهم في بلايص اخرين. يسفي غير نكريو واحد الاكونت، واحد يكون عندك الكود ديالك وكتدخل كيكون عندك لاكسيل لاي حاجه بغيتيها. كوم سا غادي يستافدوا من واحد البلاتفورم اللي هي غراتويت لكاع لي زيتيدون. انشاء هذه المكتبه الرقميه هو نتاج شراكه بين وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجلس الثقافي البريطاني. انخرطت فيها 7 مؤسسات جامعيه مغربيه وتقدم خدماتها لازيد من 10,000 من الشباب والطلبه المغاربه. الوزارة ديالنا خدام على مخطط كبير وغادي يمشي في هذا الاتجاه باش يكونوا الأبناء ديالنا يتكلموا اللغات. راكم عارفين الأهمية ديال اللغات لا بالنسبة للتشغيل ولكن حتى للانفتاح
وكذلك يعني العلم ونقربوا البلاد ديالنا للدول الافريقيه بالنطقه بالفرنسيه وبالانجليزيه. وفي هذا التوجه هذا غادي نمشيو كاع الجامعات الكامله ديالنا ان شاء الله. This is our contribution to the appetite. هذه هي مساهمتنا لتعزيز مصادر تعلم اللغة الإنجليزية بالمغرب وتوفير منصات يستطيع الطلبة ولوجها من منازلهم وعبر هواتفهم الذكية وحواسبهم. هذه المكتبة تحتوي على مصادر غير محدودة في جميع المواد والمواضيع وضعت رهن إشارة الطلبة المغاربة لمساعدتهم في الدراسة. منذ سنة 2013 أدخلت جامعة القاضي عياد بمراكش الرقمنة في استراتيجيتها البيداغوجية، وهي اليوم تتطلع لآفاق جديدة من خلال إطلاق حائطي المكتبة الرقمية للمجلس الثقافي البريطاني لتعزيز انفتاحها على مختلف الفاعلين في مجال التعليم والبحث والابتكار. في الميدان الرياضي تم اليوم ببوزنيقة توقيع عقد شراكة بين جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية والشركة الملكية لتشجيع الفرس. هذه الشراكة تدخل في إطار برنامج تكوين مدربي سباقات الخيول، والتفاصيل مع عبد الحق شراط وعبد الرحيم فيلول. الهدف الأول من هذه الشراكة يخص الصيانة وتدريب الخيول بمساواة كبيرة، أما الثاني فهم إنشاء المقاولات الصغيرة. كما أن برنامج تكوين المدربين جاء في إطار معهد الوطني للسباقات بمبادرة من الشركة الملكية لتشجيع الفرس، والهدف منه تكوين المقاولين الشباب في العالم القروي، وهذا هدف من أهداف استراتيجية الجيل الأخضر. هذه الشراكة تدخل ضمن استراتيجية جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية التي تحاول منح تجربتها لتطوير البرامج المقاولاتية المتجددة وتأكيد إرادتها للارتقاء بالفكر المقاولاتي وإيجاد أدوات الضرورية للمقاولين في المغرب وإفريقيا. البرنامج هذا تكوين مدربين هو جا في إطار المعهد الوطني للسباقات اللي كانت مبادرة الشركة الملكية لتشجيع الفرس، اللي الهدف ديالو هو تكوين المقاولين الشباب في إطار المقاولين في العالم القروي. مع شركة لاسوغيك بغينا نشوفوا كيفاش نواكبوا المؤطرين اللي عندهم ديالهم في ميدان الخيول باش تهما نعطيهم هذا الحس ديال انشاء المقاولات والمواكبه ديال التلاميذ ديالهم بتطوير المقاولات كذلك. بالمناسبة كذلك فهذه الشراكة المهمة ستؤمن اللبنة الأساسية لإنشاء وتطوير المشاريع الخاصة بالمهن المرتبطة بالفرس، كما هو الحال مع الأكاديمية الوطنية للسباقات التي ستعمل على تكوين رفيع المستوى للفرسان ومدرب الخيول وجعل المهن المرتبطة بهذا المجال أكثر احترافية. بمدينة الدخلة تتواصل منافسات سباق الصحراوي النسائي التضامني في نسخته الثامنة، تظاهرة تهدف إلى تشجيع الرياضة وتعزيز التضامن. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وكعادتها منذ النسخة الأولى لهذه التظاهرة الرياضية التضامنية حاضرة للمساهمة في الترويج للقيم الإنسانية النبيلة انطلاقا من لؤلؤة الجنوب المغربي. سيد أحمد مسيريب وإبراهيم جولي وياسين السعيد. ممثلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في هذه التظاهرة النسائية أبين إلا أن ينخرطن في هذا العرس التضامني الرياضي إسوة بباقي المشاركات، يحدوهن أمل في البصم على مشاركة متميزة بإتمام جميع مراحل المسابقة، باعثين بذلك برسائل نبيلة تحث على التآزر وبذل الجهد من أجل تحدي الصعاب. سعيدة بالمشاركة والتمثيلية ديال زميلاتي في مديرية الأخبار بالقناة الأولى في هذا السباق ديال الأهداف الإنسانية. كنشاركوا باش نكونوا ندافعوا على واحد القضية إنسانية وواحد الجمعية من تطوان، أنا والزميلة ديالي هند الباري من قناة الرياضية. الجمعية هي جمعية شفاء لرعاية مرضى السرطان بتطوان. جميل أننا نكونوا نشارك من الشمال في الدخلة الجميلة في الصحراء المغربية العزيزة. هذه المرحلة مختلفة شوية ديال اليوم حيث غنجمعوا ما بين البحر والماء لأول مرة، غنخرجوا بالكانوي ومن بعد غنشدوا الفي تي تي وغنكملوا بها السباق ديالنا. نتمنى يكون الخير، باقي مكملين الحمد لله. اون فيت نوت ميو، واخا زعما صراحة المراحل
صعيبه بزاف، خصهم دي بروفيسيونيل. مي حنا حاملين على عاتقنا يعني ماشي الاسنان طب وحده ديال الصحافه اون جينيرال، دونك كنحاولوا ما امكن ان نديروا اللي في جهدنا. عبر كل أطوار المسابقة في مراحلها الأولى كان لهن حضور مميز، فبالرغم من صعوبة المدار والاختبارات وعامل الرياح لم ينل ذلك من عزمهن في السير قدما نحو تحقيق الهدف المنشود، استكمال كافة الاختبارات والدفاع عن قضايا جمعياتهن. وإن اختلفت مواضعها يوحدها الحس الإنساني. اليوم ترافعت بمعية فريق من 4 صحفيات من قنوات مختلفة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن جمعية الشفاعة للتضامن والتنمية الاجتماعية الكائنة بسلا. هذه الجمعية من الجمعيات المجتهدة بمعية مجموعة من الجمعيات الأخرى في سلا في الاشتغال في قضية المرأة والطفل في وضعية صعبة. النداء كان هو حول إمداد هذه الجمعية بما يلزم من الدعم المادي واللوجستي من أجل إتمام الأوراش الكبرى والثقيلة التي تنتظر النهوض بالمرأة السلوية. مشاركة إذن تدخل في إطار انفتاح إعلاميات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على محيطهن الاجتماعي والرياضي الذي تعد التظاهرة الصحراوية إحدى تجلياته لتخصصها في هذا النوع من الرياضات التضامنية. فجميع المشاركات يترافعن عن جمعيات مدنية تنشط في قضايا تهم مواضع مختلفة. هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أصحاب الفضيلة سادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر شعبان ستكون غدا الخميس، راجية منهم أن يخبرها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف الظاهرة على الشاشة. نهاية النشرة مشاهدينا، تذكير بأبرز العناوين. المملكة المغربية تقرر عدم المشاركة في التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع بين أوكرانيا وفيدرالية روسيا الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد أن نهاية موجة أوميكرون لا تعني نهاية الجائحة، وتشدد على ضرورة الحفاظ على هذا الوضع الوبائي الإيجابي والمريح ببلادنا. المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتمكن اليوم بطاطا من توقيف عنصر يشتبه في موالاته لما يسمى بتنظيم الدولة، يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مساهمة فعالة في مختلف نسخ منافسات سباق الصحراوية النسائي التضامني، ترويج للقيم الإنسانية النبيلة انطلاقا من لؤلؤة الجنوب المغربي. شكرا على بقائكم معنا مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.